السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد الشهاده بريوش بالشكلاط، يكون عامر من الداخل بالشكلاط. بسم الله. عندي معلقه ما عامرهش ديال الخبز، معلقه ما عامرهش، وعندي هنا 350 غرام ديال الفورس. غندير هاد الخميره ونخوي عليها شويه الماء المدافي. غادي نزيد السكر، عندي هنايا جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال السنيده، وعندي نص كاس ديال الزيت، هاد الكاس صغير ديال الاتاي كنشربو به الاتاي، شويه ديال الملحه غير شويه غير باش كنبدلو داك المذاق ديال الحلاوه. وانا غادي ندير، ما عنديش الحليب، غادي ندير معلقه كبيره ديال نيدو حليب غبره. هكايا انا كنخدم بنيدو بزاف في المخبوزات، كلشي كندير فيهم نيدو. وعندي بيضه، غادي كما العاده غادي ندير الابيض وغادي نحتفظ بالصفار. بسم الله. ما مالك تسقتي؟ صافي نحتفظ بهذا هنايا. الحلف ما يتفرق مع خو ملفو. صافي غادي نبدا نعجن عادي. بسم الله. ندير الماء دافي ونعجن عادي. راه اللي بغى يعجن بالحليب يعجن، اللي بغى يدير شي حاجه جاتو على كانتو يديرها. انا هادشي اللي تندير، ولا عندي حتى انا الحليب راه كنعجن به الا ما عنديش نيدو. ما انا اغلبيه تندير نيدو، كيجيني احسن، كيجي به المخبوزات كيجيو رطبين، واخا كيبقاو عندك تيبقاو رطبين. هادي راه ما كنديروهاش مرخوفه بزاف بحال البريوش اللي درنا داك النهار. هادي شويه شويه واقفه عليه، لان بغينا حتى من بعد غادي نعمروها، خاصها تكون لينا. سمحوا لي الا ما كنعرفش نشرح مزيان، راه هادشي اللي عطى الله. صافي هي هذيك، ما غاديش نزيد ليها الماء، هي هذيك، لان الا زدت ليها الماء فاش غادي نبغي نصايبهم نعمرهم بالشكلاط غادي يمحنوني يبداو يلصقوا ليا بزاف. هكا مزيان الشهده ديالي بعد ما خمرات. غادي ندير شويه ديال الزيت في يديا ونفسها شويه من هكا، هي كتكون شويه واقفه على البريوش، شويه غير شويه ماشي بزاف، نصفوا العجينه. ندير شويه ديال الطحين ضروري، لان غادي نحطهم هنايا باش ما يلصقوش ليا. نديرو بديه شويه، شوف القياس، انا راه مالفا كنعبر، ولكن دابا صافي ولفت. ندير القياس ديالي ديك 30 غرام 25 غرام في الوحده تقريبا، كنخرجهم هكا كنحطهم. المول غنديرهم في هذا المول، هذا راه دهنتو بحال اللي غندير فيه الكيك، دهنتو بالزبده وشيتو الطحين. كنقطع وتنحط، كنقطع وتنحط حتى نكملهم ان شاء الله، ونرجع معكم باش نعمرهم بالشكلاط. انا قطعتهم كلهم ونسرحوها هكا غير شويه غير شويه. كندير فيها الشكلاط، الشكلاط ديال الدهن، اي شكلاط اي شكلاط عندك ديال الدهن، من الاحسن ما يكونش ديال المرسول، لان ملي كتبرد كيقصح، هذا واخا كتبرد كيبقى رطب. صافي كنسدها بحال هكا، كنستفهم في المول وحده حده وحده حده حده وحده حتى نسالي. ضروري شويه ديال الطحين باش ما تلصقش لكم في طبلة. صافي كنبقى غاديه بحال هكا كلهم هكا حتى كنسالي كلشي هذاك الشيء اللي عندي ان شاء الله بحال هكا كاملين. صافي كنعمرهم حتى نحط
وحده 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 حتى نكمل هذا الشيء كامل ان شاء الله، ونخليها حتى تتخمر، كندهنها بالبيض من الفوق ورشه الزنجلان وندخلها للفران باذن الله. ملي طيب نرجع معكم ان شاء الله. هي الشهده بعد ما طابت غادي ندهنها ان شاء الله. كندهن هذا الناطاج حيت انا كنخدم به، كنشري كبير كنخدم به بزاف تقريبا يوميا. بسم الله غادي ندهنها مزيان بالناطاج وغادي نخليها حتى تبرد صافي ان شاء الله، وغادي نديرها في لومبالاج مولاتها باش ما عندك دهني، دهني حتى بالكونفيتور الجاري راه كيجي مزيان، غير هو الناطاج كيعطيها غير اللمعه ما كتبقى تلمع، هذا هو الفرق. ما تنساوناش من اللايك والبارطاج، الله يجازيكم بخير، واللي بغى شي حاجه مرحبا مرحبا والف مرحبا. صافي دابا غادي نخليها حتى تبرد مزيان، الا حيدتها دابا غادي كتعاود بحال الا كتفش، خصها حتى تبرد مزيان، راه رطبه ومزيانه وكلشي، ولكن ما نقدرش نحيدها دابا حتى تبرد، وما نقدرش نقطع لكم تشوفوا من الداخل كيفاش دايره لهنا ديال السيده. مره اخرى ان شاء الله ندير ديالتي ونوريها لكم، نقطعها لكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.